السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن فيديو جديد عن جهاز كاسيت وراديو اف ام واي ام وساعة. الراديو اللي احنا شايفينه دوت سانيو، الموديل بتاعه ام 4500 اف، ام 4500 اف كاسيت وراديو اف ام واي ام وساعة، بيشتغل بكهرباء 220 دايركت، ده يعتبر الانتيكات. إن شاء الله نوريه لحضراتكم. This cassette is Sanyo model M 4500F. It's working radio FM AM and tape with hour. Thank you. إن شاء الله نشوف الفيديو مع بعض يعجب حضراتكم إن شاء الله. الجهاز اللي قدام دوت الكاسيت الثاني ده أبو ساعة، العرض بتاعه 30 سنتي، العرض بتاعه 30 سنتي في ارتفاع 17 سنتي. الساعة بتاعته شغالة، وزي ما احنا شايفين كده المؤشر الأخضر ده هو ده بتاع الراديو، وهنا اللي بيعلي يوطي، وفي قدام هنا مفتاح التون اهو، هنشوفه مع بعض. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي نلاحظ مع بعض ان الساعة كانت 6 و8 دقايق، دلوقتي قلبت 9، الساعة شغالة، لاحظوا معانا كده 9 دقايق. وزارة الصحة تعلن تعافي 512 من المصابين بفيروس كورونا مع تسجيل 950 حالة إصابة جديدة بالفيروس و53 حالة وفاة. تساهم في دمج هؤلاء بحضور الفريق محمد. بتاع الساعة اهو بتقلب اهو 11 12 13، ده بتاع الدقايق اهو شغال بيشتغل بالكهرباء لوحده. وهنا في عندنا مفتاح اللي هو الفوليوم اللي بيعلي ويوطي، وهنا في مفتاح الهواء اهو الأردن يعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي. دي السماعة في الجنب، وفي هنا كمان ده الأنتينا بتاعته أو الأريال في الشبكة هنا أهو في الإف إم، وده الجهاز من فوق أهو زي ما احنا شايفين. وإن شاء الله زي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله يعجب حضراتكم. الجهاز ده عباره عن كاسيت وراديو وساعه،
موديل بتاعه ام 4500 اف، العرض بتاعه 30 سنتي في 17 سنتي، طبعا صناعي ياباني، وان شاء الله الفيديو نقول اعجاب حضراتكم. This cassette is Sanyo model M4500 F size 13N17CM. It's working radio and radio AM FM and tape with our thank you made in Japan. Thank you.